الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة خلال عامين ومنح الاهتمام الكافي لمساكن محدودي الدخل. ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على إنهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر. ووزير العدل يجتمع بالأعلى للقضاء لترتيب الإشراف على الانتخابات. واللجنة العليا تعلن نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتيجة الإجمالية.